وقال بيان الفصائل بأن هذه الرشقة من الصواريخ نعم وصلت إلى تل أبيب وضواحيها. القناة الثانية الإسرائيلية. نعم وصلت إلى تل أبيب وضواحيها وهي رد على مجزرة الشاطئ التي ارتكبها طيران الاحتلال فجر هذا اليوم في قطاع غزة. إذا نتابع هذه الصور عن نقلا عن القناة الثالثة عشر الإسرائيلية لآثار القصف الذي طال مناطق ومدن مختلفة وضواحي مختلفة وتل أبيب وضواحيها. فهذه نعم هذه الصور تأتينا من رامات جان وشرق تل أبيب حيث تعرضت قبل قليل لبعض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وضواحيها ردا على مجزرة الشاطئ التي حدثت فجر هذا اليوم في مخيم الشاطئ في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 10 مدنيين 8 أطفال وسيدتان. بيان الفصائل تحدث بأن هذه الرشقة من الصواريخ هي ردا على هذه المجزرة وعلى استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم وتدمير البيوت فوق رؤوس أصحابها. طبعا نشاهد حالة من الغضب لدى الإسرائيليين من سقوط ربما من سقوط هذه الصواريخ في مدنهم ووصولها إلى تل أبيب وضواحي تل أبيب. صفارات الإنذار أطلقت حتى في نتانيا شمال تل أبيب وفي ريشون لتسيون ومراسلنا يفيدنا الآن بمقتل إسرائيلي في رامات جان. هناك مقتل إسرائيلي في مدينة رامات جان.